ديالكم. وشكرا. بدلو واش سيادتكم عنصري؟ ما غاديش نتصيد لك جوابي ولا سمحتي شنو هو اللون اللي عزيز عليكم؟ الابيض. مش بعيدين زرقين؟ مره كتوقع لي وكنضحك تحت الصفراء. ها طرحكم سؤال بشكل اخر، واش كاين شي لون ولا شي الوان غير هذا لون كتعطي اكثر؟ بحال ريحته مجهده. الصفر عنده واحد الريحه خفيفه شويه. والعربي؟ هذاك العربي ما عند والديه حتى ريحه. بالعكس هذاك يقدر يتسيف اي لون في اي رائحه، ولا ما ربطيتيش مع الباب يقدر يدوز اي شقه في الحيط. واكثر من ذلك تستر بيه الباب اكثر، لانه تقدر يطلع الوسط فراش فيه. وصلنا الفراش اللي نعم نطرح لكم سؤال وجاوبوني بسرعه بما تفكر، واش كاين شي لون ولا شي ريحه اللي نقدروا نعطيوها للهود؟ هنا كاين شي فخ هنايا. لا اسمحي سيادتكم، قلتوا غتجاوبونا على جميع الاسئله. ما جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم. هنايا خاصني نفكر ونخمم. كما كتعرفوا كاع الجميع هو عندي اصدقاء يهود كثر، هادشي ما عندكمش تلوموني فيه. معادات سامية. مالا شنو كتعني لكم معادات السامية؟ رؤية فكرية. واش الرؤى الفكرية يمكن يكون عندها بعد إجرامي؟ أفكار تقدر تكتب بعدياتها. هادشي إيجابي ولا سلبي؟ هنايا ما نقدروش نتشكاو من اختيار الطبيعة. كما كتعرفوا كيعرف الجميع وأنا رجل النظام. والنظام داير بحالو بحال النحل. حنا راه محتاجين النحل باش نتكلمو، كما محتاجين النحل باش نفكرو ونديرو. هي دابا أنا اللي فهمت مزيان، سيادتكم كتفكرو ومن بعد كتطبقوا قوانين النحو ديالكم على المجتمع. انا عمرني ما خبيت الاهتمامات ديالي. في الحملة ديالكم الأخيرة كان شعاركم هو حلو عينيكم، واش ممكن تشرح لنا أكثر؟ كاين شي وضوح أكثر من هذا؟ ملي كتكون مضروبة عليك العين ما تقدر تنعس إلا بعين وحدة، حيت خاطر تضرب العسة مزيان. واش على الحدود مثلا؟ على الحدود ولا في أي مكان آخر حسيتي فيه بالخطر؟ الخطر الأخضر. عين ما خطر أنه الشفق. معروف عليكم انكم من الناس اللي كيئيدوا الفكره ديال كل يضرب على راسه. ما تكونيش سذاجه، ما تكونوش كلكم سذاج. هادشي اللي كتسميوه نتوما كل يضرب على راسه ما هو الا جوزكم طبيب نحو لغه النظام اللي تكلمتكم عليها في الفكره السابقه. كيقول في الشرطه السريه ديالكم في بزاف ديال الخبور. هذوك الشرطه ديالي دير فيها ما بقيت، وعمركم ما تحلوا تدخلوا لها ولا تفكروا لي عندكم، عمركم ما غتدخلوا لها. اللي كيقول كل شيء حمار. ولكن معروف عليكم انكم من الناس اللي كيقولوا بصوت مرتفع الاشياء اللي الناس الاخرين كيقولوا بصوت خافت. يا تضرون اضرون اخوان. فكروا شويه. وشنو هو الحوايج اللي كتقدروا تفكروا عليها عاده؟ انا غادي تسمحوا لي لانني غادي نستعمل واحد اللفظ صوتي اللي هو تبربيم. تبربيم كيعقد الافكار البسيطه وكيرد ما نفهمهاش. شنو كنقرا مؤخرا؟ انا عارف راه كيفاش الكميات ديالي. ممكن نعرف شنو هي؟ انت عمرك شتي شي كيميائي كيف شي الاسرى المهنه ديالو؟ حرب. مالها؟ شنو كتعني لكم كلمه حرب؟ تابو الصيت محروس. شوف كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. المرة الجاية اللي بغى يسول ما يتيقش. علاش؟ لماذا؟ لأنه الربيع خضر
وغادي قدام. يا سلام على كلامك. يا سلام يا سلام. شكرا شكرا شكرا. ياك ما باقي شي سؤال اخر حتى نمشي في مكان رجع. شي حد بغى يطرح شي سؤال؟ نعم سؤال. عندي سؤال. علاش المسؤولين ما كيفكروش في البرامج ديالهم يبنيو المسارح في المدن؟ علاه ما فكروا حتى في راسهم؟ عندي سؤال. النشيد الوطني ديال الصومال شحال فيه من كلمة؟ عندي سؤال. جاتك هاد الفكرة ديال هاد المسرحية؟ أنا جيتي كاع تفضل. سؤال؟ نعم، نعم عندي سؤال. شكون أنت سيسولك؟ أنا ولي نعمتي. سؤال؟ نعم عندي سؤال. ما معنى في نظرك البيئة وتنمية مسالمة؟ حياة طربوش باش تفهم. نعم سؤال. نعم عندي سؤال. اسمح لي سؤال. تبارك الله عليك غزال تبارك. ولكن علاش هاز معاك السلاح الأبيض؟ باش نسكت الإمتحان. علاش هذا الكورس؟ يتواكل الحال. جلس جلس جلس. شنو هي علاقة المدني بهذه المسرحية وشنو هو يوصل لهم في هذه المسرحية؟ هذا منين جبته؟ في سؤال. سؤال؟ قول لهم. عندي سؤال. قول لهم. علاش غتقول لهم؟ سير عندهم. I'm gonna go.
اختار فعاليات مهرجان المهرجان الدولي مسرح وثقافات. قدمت لكم جمعية نحن نسعى للفنون عرضها المسرحي تمارين في التسامح. العرض المسرحي عن النص وأشعار الكاتب المغربي الكبير عبد اللطيف العلوي. الإخراج إخراج المسرحية محمود شاهد. ملابس ترجمة وإنارة طارق نبيل. موسيقى أغنية جيد. وياسر ترجمان. تشخيص صار الغاية. هاجر شربي. ونتمنى أن القاعة تكون فقط بأجل جاهزة لاستقبال عروض مسرحية بالتقنيات الكافية.